Hey guys, أدون معكم مستوحى من الأولد فاشن من أعتق الكوكتيلات من سنة 1881. عم بستعمل اليوم خلاصة الأعشاب أنجستورا وخلاصة البرتقال. الأولد ستايل كوكتيل بسيط بيسمح لك تستعمل أي نوع تكيلا بتفضله. التكيلا ثلاث أنواع: أبيض، مريح، ومعتق. قبل مكسيكي، بيانكو، ريبوزادو، وأنيخو. الأبيض من بعد تقطير نبتة البلو أجاف بتعلى بالتكيلا للبيع. مريح وريبوزادو يعني من بعد تقطير نبتة البلو أجاف بتعتق ببراميل خشب من شهرين ل 12 شهر ترجع تتعلب للبيع. المعتق أو أنياخو يعني من بعد تقطير نبتة البلو أجاف بتتعتق ببراميل خشب لسنة على الأقل ترجع تتعلب للبيع. قلل الميكسينج جلاس، فاول تلج وبلش. ملعقة صغيرة أجاف سرب يلي هو بديل عن السكر، نقطة أنجستورة أروماتيك ونقطتين أنجستورة أورنج، 50 ml تيكيلا وايت أو تيكيلا أنيخو أو ريبوزادو. بنحرك بقلب الميكسينج جلاس ل 15 ثانية. تلج أو تلجتين بقلب كباية صغيرة وبنسكب الكاس. زينتو قشرة برتقال